لا تحقرن صغيرا في مخاصمة، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. نعم، لا تقلل من قدر خصمك في كل حال، فما بالك أن يكون الخصم روسيا. روسيا تظل روسيا، فهي قيمة جذرية دولية ووزن ذري إقليمي. بعد أكثر من عام من الحرب التي حشدوا فيها كل الطاقات، ها هو الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يقولها جهارا نهارا: لا ينبغي الاستهانة بالقوات الروسية، الروس قد قادرون على صد هجوم القوات الأوكرانية المضاد. ستولتنبرغ لم يبني قناعته على قوة السلاح، لا إطلاقا، بل ما أخافه هندسة الروس وتصميمهم خطوطا دفاعية كبيرة قادرة على ابتلاع الهجوم الأوكراني. وترك أمر السلاح لصحيفة لوفيغارو الفرنسية التي أفردت مساحة للحديث عن بدء استخدام روسيا دبابة أرماتا في أوكرانيا لتدق جرس القلق في نفوس قادة الغرب: عليكم الاستعداد لإنزال الجيش الروسي أعدادا كبيرة منها إلى الميدان وعلى نطاق واسع لتواجه الدبابات الألمانية والأمريكية. فأرماتا نتاج ثورة تكنولوجية ستحدث طفرة في سير القتال وفق رؤية الصحيفة التي تغزلت بالدبابة الروسية، ما قد يرفع أدرينالين الخوف في عروق الأوكران وحلفائهم ليغمز الروس: ليس بعد يا هؤلاء، كل شيء في وقته. ليبعثوا قطارا عسكريا مع دبابات T-80 BVM لإسناد وحداتهم القتالية. المجهول ليس قدرة أرماتا فقط، بل كل تلك الأسلحة المخيفة التي لم تستخدم بعد ومآلات هذه الحرب. فما هي توقعاتكم متابعينا؟ قطع الإمداد. بين لحظة وأخرى تتغير الخطط العسكرية بحسب ظروف المعركة وشرايين إمدادها. هنا وزارة الدفاع الروسية أخذت منحى تقطيع الشرايين للقوات الأوكرانية. الجيش الروسي وجه ضربات بالصواريخ لمراكز خلفية للقوات الأوكرانية في خاركيف لتشتعل الحرائق في الأماكن المستهدفة، ليقول الإعلام الروسي إنها مخازن أسلحة. ولجأ الروس لهذه العمليات لتقليل القدرات الهجومية واللوجستية للقوات الأوكرانية، فيما نجحت أنظمة الدفاع الجوي بإسقاط طائرة للأوكران من طراز سو-27. هنا وفي إطار شل الأوكرانيين والحد من تحركاتهم، القوات المسلحة الروسية ضربت نقطة إصلاح وترميم الأسلحة والمعدات العسكرية للواء الآلي 65 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة زاباروجيا. وفي المواجهات الميدانية بالمنطقة نفسها، قال الجيش الروسي إن وحدة من وحداته الاستطلاعية تمكنت من تحديد أماكن جنود أوكران متخفين أعاقوا تقدم المقاتلين الروس، ليتم التعامل معهم بضربات صاروخية حسمت المواجهة لصالح الجيش الروسي. في خيرسون وعلى نفس المسار، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 121 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بقصف صاروخي من الجو بالقرب من قرية كيزوميس. الأسطول الروسي في البحر الأسود كان له انتشار واسع ب 17 سفينة عسكرية، منها 3 حاملات صواريخ حمولتها الإجمالية 24 صاروخا من طراز كاليبر الخطير. هناك في الجانب الآخر، تصرخ وكالة الأنباء الأوكرانية بأن الروس يحلقون بمروحياتهم القتالية ويطلقون صواريخ جوية غير موجهة على مناطق مدينة تشيرنيهيف. كما قالت الوكالة إن الجيش الروسي شن 30 هجوما على اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، لكن أشرس المعارك وأكثرها صعوبة في مدينتي باخموت ومارينكا. الغريب أن الأوكران لم يوضح الأمر، هل تصدوا للثلاثين هجوما أم تراجعوا؟ استعراض أوكراني. تتجه أوكرانيا ورئيسها الممثل لتجاوز كل الخطوط الحمراء، ما قد يدفع الروس لاستخدام الأسلحة التكتيكية. القوات الأوكرانية وجهت رسالة جديدة لروسيا من السماء: نعم لا تندهشوا، فأمريكا حليفتها والراعي الرسمي لإمدادها بالأسلحة، كما أنها تبقى من الدول العظمى ولديها من الأوراق الشيء الكثير. سلاح الجو الأوكراني نشر مشاهد لطائرة هجومية من طراز سو-25 تحمل في بطنها صواريخ زوني الأمريكية غير
الموجهة، ما يعد تحولا نوعيا في سياق معركة الجو، ليخرج الرئيس التشيكي لدينا مزيد للأوكران ويعلن أن بلاده ستنقل بطاريتين من نظام الدفاع الجوي كاب إلى أوكرانيا. ليس هذا فقط، الرئيس التشيكي بيتر بافيل قال إن بلاده قد تفكر في نقل طائرة القتالية التشيكية L-159 إلى القوات المسلحة الأوكرانية. بافيل يمنح الأوكران الأمل مصرحا بأن الدول الغربية امتنعت حتى الآن عن تقديم مقاتلات حديثة لأوكرانيا لأن تدريب الجيش الأوكراني عليها يستغرق وقتا طويلا، وأيضا لأن الطائرات تحتوي على أنظمة سرية. ليختتم، لكن دعونا لا نتفاجأ إذا حصلت أوكرانيا في النهاية على بعض طائرات F-16، وكأنه يقول هناك شيء ما خلف الكواليس. أيها السادة، بالعودة إلى الهجوم المضاد المرتقب، فبعد أن أرعدت دول الناتو بنجاح هذا الهجوم، ها هي تأمل اليوم في استمرار القتال فقط. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيره البريطاني أكدا دعم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لأوكرانيا حتى في حالة الهجوم المضاد غير الناجح. سقف الأهداف لم ينخفض بل انهار تماما. ليتفق وزير الخارجية الأوكراني كوليبا مع نظيريها الأمريكي والبريطاني بأن خسارة الهجوم المضاد ليست كل شيء، فهناك هجوم وراء هجوم. إذن عليك يا كوليبا الاستماع لضابط المخابرات البريطاني السابق أليستر كروك الذي قال إن كييف ليست مستعدة لشن أي هجوم مضاد على الرغم من كل المساعدة الغربية. الجيش الأوكراني أدنى من الجيش الروسي، أوكرانيا تفتقر إلى الذخيرة ومعدات المدفعية، وروسيا لديها نظام لوجستي واسع النطاق وقوة وإمدادات صناعية، كل ما تحتاجه قواتها للهجوم. نحن أمام انقلاب في التصريحات يطرحنا أمام خيارين، الأول تحجيم قوة الجيش الأوكراني وفي حال فشله فإن ذلك متوقع، الخيار الثاني تعظيم روسيا وفي حال تحقيق تقدم أوكراني بسيط سيحاولون من خلاله شن حرب نفسية على الروس. وسط كل هذا يفجر جوزيف بوريل مفاجأة لحلفاء أوكرانيا بإعلانه من على قناة إسبانية أن الصراع في أوكرانيا كان سينتهي إذا توقفت المساعدة العسكرية الغربية. هذا ليس مفاجئا للروس وحلفائهم، لكنه تصريح صادم لأوكرانيا وأصدقائها. آخر الأحداث، وما تزال محاولة اغتيال بوتين حديث الكرملين. ليصرح صديقه ديمتري بيسكوف بأن هجوم الطائرتين المسيرتين على الكرملين يعتبر استهدافا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولن يمر هذا العمل الأوكراني دون رد. أصحاب العيون الضيقة يقلقون الأمريكان في الأرض والجو، لتعلن مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية أن الاستعدادات جارية في البلاد لإطلاق مركبة جديدة إلى الفضاء لتدخل روسيا على الخط وتسجل حضورها، معلنة استعدادها لإطلاق قمر صناعي جديد إلى الفضاء. لكن لا تخافوا يا هؤلاء، فهو مخصص للأرصاد الجوية ودراسة المناخ فقط. متابعين الأعزاء، تسعدنا قراءة آرائكم وتوقعاتكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة.